السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم دكتور محمد طويل، دكتور التدريب الرياضي. كل سنة وحضراتكم طيبين بشهر رمضان الكريم. النهاردة يا جماعة كنت حابب أعمل لكم مفاجأة إن شاء الله تعجبكم يعني، بس محدش ينسى يعمل شير وسبسكرايب للقناة ويعمل إعجاب وينشرها لكل أصحابه. أول حاجة النهاردة إن شاء الله هنقدمها نعمل برنامج تدريبي كامل طول فترة رمضان. البرنامج هيبقى عبارة عن 4 أيام، سبت وحد وثلاث وخميس. حد ثلاثة وخميس هنعملها بشدات، يعني هنعملها بأحجامها براحتها بكل حاجة. البرنامج كامل كل حاجة هتشتغل معايا ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، يوم بيوم. ويوم السبت ده هنخليه يوم تمارين كارديو، اللي هو جري خفيف مثلا في أي مكان أنت تقدر تجريه. مدة التمرين لا تتعدى 60 دقيقة، مدة التمرين لا تتعدى 60 دقيقة. وما تقلقوش، حاجات سهلة خالص، وإن إحنا هنحتاج إن إحنا نخس ليه؟ وليه قبل الفطار؟ إحنا كل الكلام ده شرحناه قبل كده، ولكن أعيده تاني لحضراتكم، إن إحنا قبل الفطار ده بنبقى جسمنا فرن بيحرق الدهون، فرن بمعنى فرن فعلا، بيحرق الدهون، فده أفضل وقت إن إحنا نتمرن فيه، وهيبقى تمرين خفيف لا تتوقف. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يحقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتمني يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعاني كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وحقوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلمك بالإمكان.